منذ أكثر من 26 سنة، حي 55 مسكن بتندوف لم يرى النور. طرقات مهترئة، قمامة متراكمة، أمراض منتشرة بين الأطفال. إحنا من اللي سكننا هنا الآخر من 96 كوما صاو هنا فيها البنيان، النهار اللي كملوا والناس سكنت والآخر راحنا قاعدين الرملة كيما راها. لي كوبيراتيف اللي ورانا خدموه وداروا له البافيون وعطاوه الفونار وعطاوه كل شيء، وحنا اول كوبيراتيف في تندوف ورحنا قاعدين حنا اخر كوبيراتيف في تندوف. كاين البز اللي مرض بالاخر ولا الاخر اليرجيك، كاين الديار غير يجي شوي فونصابل قاع يعمروا غبره. المهم رحنا نعانوا في هذا الحي نتاعنا تاع 55 مسكن كامله غرمل، وماذا بيكو تعاونونا باش ديروا لنا البافيون. زعما مسكة تصب النوم، زعما دينا كطين وتنودنا العجاج، زعما نطلب من سيدنا تبون زعما يخدمنا العاب وسطاد، هذا اللي بغينا. المهم نلعبوش، المهم ما نمرضوش بالغبره. رغم إطلاق الولاية لحملة تنظيف واسعة إلا أن المواطنين لم يستجيبوا لذلك، وهذا ما زاد استياء بعض المواطنين. الشعب أبو بال خاوية تلقايكم في الأرض، مساكين جماعة أبو بال الدوام يجي البيل ينقي تلقاهم غير يكبوا في الأرض، يشوفوا البتية خاوية ما يكبوا في الأرض، ما يكبوش البتية. إحنا مضرين في الصيف، كي الصيف كي الشتاء. في حين استجابة السلطات المحلية يبقى سكان الحي يتكبدون المعاناة.